ما هي أفضل 10 أطعمة للحفاظ على شعر صحي؟ يؤثر نظامنا الغذائي في صحة أجسامنا، وبما أن الشعر جزء من الجسم فلا بد من الإشارة إلى العناصر الغذائية المقوية له، وذلك لتحسين صحة الشعر ومظهره. لنتعرف معا على أفضل 10 أطعمة للحفاظ على شعر صحي. أولا، سمك السلمون للحفاظ على اللمعان. تعد أسماك السلمون والسردين والسمقري مصادر غنية بالأوميغا 3، وهي نوع من أنواع الحموض الدسمة الصحية التي يحتاج إليها الجسم غير القادر على تصنيعها، إذ لا بد من اللجوء إلى مصادر خارجية غنية بها كالأسماك أو المكملات الغذائية. تساعد الأوميغا 3 على الوقاية من الكثير من الأمراض، وتؤدي دورا هاما في عملية نمو الشعر والحفاظ على لمعانه وكثافته. ثانيا، اللبن اليوناني لزيادة النمو. يحتوي اللبن على كمية وافرة من البروتينات، ويعد البروتين حجر الأساس في تكوين الخلايا. يساعد حمض بانتوثينيك المعروف بفيتامين بي 5، الذي يعد مكونا مهما من مكونات اللبن، على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يساعد بدوره في نمو الشعر، وقد لوحظ تأثيره في علاج تساقط الشعر وخفته. وما يؤكد أهمية هذا العنصر وجوده ضمن أغلب منتجات العناية بالشعر والبشرة. ثالثا، السبانخ لعلاج تقصف الشعر. تحتوي السبانخ كسائر الخضر الورقية الداكنة الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، متضمنة فيتامين A والحديد وبيتا كاروتين والفولات وفيتامين C، إذ تعمل هذه العناصر معا لتحسين صحة فروة الرأس وإصلاح الشعر التالف وترطيبه لتجنب التقصف. ويعد الكرنب أيضا من الخضر الموصى بها لتحسين صحة الشعر ومظهره. من الأطعمة أيضا الجوافة التي تقي من تكسر الشعر. تعد هذه الفاكهة الاستوائية غنية بفيتامين سي، وتحتوي الكأس الواحدة منها على 377 ميلي غرام من هذا الفيتامين، وهذا يفوق 4 أضعاف الحد الأدنى اللازم منه يوميا. يقي إدخال الجوافة إلى النظام الغذائي الشعر من التكسر والتلف. الحديد لتجنب تساقط الشعر. قد يؤدي انخفاض مخزون الحديد في الجسم إلى تساقط الشعر باستمرار، ما يدفعنا إلى البحث عن مصادره. ليس تعويض هذا العنصر بالأمر الصعب، إذ يمكن إيجاده في الحبوب المدعمة والبقوليات والعدس وفول الصويا أو المعكرونة، إضافة إلى المحار والخضر الورقية الداكنة، وتعد لحوم البقر خاصة الكبد من أغنى مصادر الحديد. من المأكولات أيضا البروتين اللازم لكثافة الشعر ونموه. يتوقف نمو الشعر في حالات سوء التغذية الشديد، وهي آلة دفاعية من الجسم ناجمة عن قلة البروتين في الوارد الغذائي. ومن الضروري تعويض هذا النقص بتناول اللحوم، خاصة الدجاج أو الديك الرومي، لاحتوائهما على كميات أقل من الدسم مقارنة بلحم البقر أو الخنزير. البطاطا الحلوة للمحافظة على لمعان الشعر وحيويته. تعد البطاطا الحلوة أحد أهم مصادر بيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة قوي يتحول ضمن الجسم إلى فيتامين A، الذي يحافظ على لمعان الشعر ورطوبته بتحفيز الغدد الدهنية في فروة الرأس لإفراز سائل زيتي يقي الشعر من الجفاف ويمنحه مظهرا لائقا. يمكن تناول الجزر واليقطين والبطيخ والمانجو، إذ تعد أيضا مصادر غنية به. القرفة لتحسين الجريان الدموي. تعد إضافة القرفة إلى بعض الأطعمة والمشروبات أكثر من مجرد نكهة، إذ تؤدي دورا مهما في تغذية الشعر، إذ تحسن الجريان الدموي، وتساهم في وصول الدم المتضمن الأكسجين والعناصر المغذية الأخرى إلى بصيلة الشعر والجريبات الشعرية، مما يؤدي إلى شعر صحي وحيوي أيضا. تاسعا، المحار لتدعيم كثافة الشعر. قد يسبب عوز عنصر الزنك تساقط شعر الرأس والأهداب أيضا، وبسبب اعتماد الخلايا البانية للشعر على الزنك بشدة، يجب تعويض هذا العنصر بتناول حبوب الزنك المدعمة أو بإدخال لحوم البقر أو المأكولات البحرية الغنية به كالسلمون والسرطان البحري والمحار إلى النظام الغذائي. عاشرا، البيض لزيادة النمو. يعد البيض عامل حماية لمخزون الحديد والبروتين في الجسم، إضافة إلى غناه بالبيوتين، وهو أحد أهم العناصر المقوية للشعر والأظفار، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر وتكسر الأظفار. لذا من الضروري الانتباه إلى أعراض عوزه والبدء بتعويضه مباشرة.